انت عرفت عليه؟ ولد خالتي. جاب ربي ولد خالتك. مش حاجه اخرى معناها. ولد خالتي. مش بعيد معناها مش براني. اي مش براني ولد خالتي. ولد خالتي. عرسنا عرس تقليدي. حبيته؟ حبيته لتو قاعد نحب. تقليدي وحبيته؟ لتو قاعد نحب. لتو تحب؟ لتو نحب وحتى بعد علي 3 سنين. لا بعد ما خان. بعد ما خاني هذه المرة الثالثة. وعلاش تحب؟ نحب. نحبه يا سي علي. باهي أي بر. احكي لي على الأولى. المرة الأولى صحب لي وحدة وخاني معاه وسامحته. كيفاش؟ تمشي وتجي علينا في الدار تمشي. شكوني هي؟ وحدة من غادي من غاديك من غير ما نسمعك. من حومة كنت نسكن بحذاه. هاي جارتك؟ جارتي. تمشي عليك وتجي عليك؟ تمشي وتجي. هو جابها لي أول ما عمل عمل لك سيدون. عمل لك سيدون جابها لي للدار. يعني تو سامحني تو راس لي عمل لك سيدون جيب مرة للدار تو. افهمني جات تطل علي سي علي. جات تطل علي. أنا مناسب. ما نعرفش. ما قلتلوش شكوني؟ قال لي نعرفها جات مخاطر يخدم عراف هو يعرف الناس الكل. يخدم عراف. يخدم عراف يشوفه. يشوف للعباد يعرف الناس الكل. وشاف لك انت؟ شو مش يشوف؟ شاف لك هالمصيبه هذه؟ برشا مصايب برشا مصايب. يخدم عراف. يخدم عراف يعرف هذيك ويعرف هذيك ويعرف هذيك. يعرف النساء الكل. يعرف النساء الكل. جابها لك؟ جابها عمل لك سيدون قال لي هاي مش تجيك مراه عرضي لها. عرضت لها. شنو حوالك لاباس في بالي لا يعرفها جيت جيت طول عليه. هاي سيدي ما عليناش نقلنا من دارهم. هاي نقلنا من دارهم ومشينا نسكنوا عند امراه قالت اسكنوا عندي وهزوني للطبيب وجيبوني وكذا وكذا. وتسكنوا بلاش؟ نسكنوا بلاش. هاي المراه ولا تمشي وتجي عليه تمشي وتجي عليه. هذه المراه اللي جاتو في الاكسيدون اختي اختي وكذا. هاي اختي. هاي سيدي ما عليناش تكشفت عليهم في المنيه. شوف تكشفت عليهم في المنام. اش معناتها تكشفت عليهم في المنام؟ ريتهم بعيني. حلمت حلمت بيهم. اش حلمت؟ انا يفطروا نفطروا في الطاوله. نفطروا في الطاوله مع بعضنا. قلت لهم راني تكشفت عليكم في المنام. اش قلت لهم؟ ان شاء الله نسمع بكم هكا ولا تكشفت عليهم يا بنت؟ كشفت عليهم سي علاء رايح فايق. في المنام؟ في المنام. تكشفت عليهم. قلت لهم يا كنت العرافه يا بنت. شفت عليه قلت أوكي يفطروا في الطاوله هما. اي اي وش صار؟ ما نعرف عليهم عاد كشفت عليهم هكا هو. قلت لهم لينا الشاي ريتو بعيني. قلت لهم قلت لهم هما يفطروا في الطاوله. راني تكشفت عليك. راني تكشفت عليكم وان شاء الله تصير حاجه بيناتكم. اي وانت تكشفت بالحق ولا عملت البلاوي؟ والله يا سي علي اللي ريتو في المنام ريتو في التليفون. تستنى استناني بالتليفون. قلت لهم ما خافوش؟ ما خافوش. باه كشفت عليهم في المنام معناها يفطروا في الطاوله. يفطروا في الطاوله. قلت له راني تكشفت عليكم وراكم تغدروني. وردوا بيكم. راكم تغدروني تظلموا حسابكم.